عرفناهن بمواقفهن السياسية ومن خلال مناكفاتهن، ولكن بعض السياسيين أظهر إلى جانب الجدية المعهودة بعض الطرفة. كنت بدي روح على المهمة اللي قعدت فيها وصرحت أعمل زبال بنيويورك، صفيت الزبال الأول من البيت. هذا أن نرسل 100,000 طالب إلى جامعات العالم من شباب لبنان على نفقة أثرياء لبنان. دولة الرئيس سانورة حيبلش بال10,000. أعوذ بالله. كل شيء بصدقه إلا هيك. شو عجبتك هيدي؟ ويحترم القانون الدولي. وذلك بدك يعملها. عملها خالص. البعض تميز بتغريدات ونهفات كاريكاتورية بتوصيفه للواقع السياسي، كما انتشرت لقطات للسياسيين بتبين وجهه الآخر. المواقف النارية اللي بيطلقها السياسيين تختلف عن مواقفهم بالمجالس الخاصة أو بالحفلات وحتى ببعض المقابلات، فبيتحول صوت الجهوري والمتشنج لصوت حنون بيخليك تقول آه، وهالمرة مضطرب. ده مستحيل، قلبي يميل يا عاشقة الوردي إن كنت على وعدي. مواهب السياسيين الفنية ما بتقتصر على الأغاني، ومثل ما بيرقصوا المواطنين على أعصابهم، هن كمان بيعرفوا يرقصوا وبيتحولوا لفيدات السهرة. مثل ما برقصونا برقص الطابة. أما الدبلوماسيين فمش بس بيروجوا لسياسة بلادهم، إنما كمان فنة، وهالأمر برع فيه السفير الروسي. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас, я не в добрый час. هالمواهب عطيت سياسيين مساحة صغيرة ليبينوا وجههم الآخر للناس اللي كانوا فاكرين إنه وجوه السياسيين ما بتضحك حتى لرغيف السقط. بدك يعملها؟ عملها خالص. المهم بدكم أنتوا تعملوها وترجعوا تشتغلوا سياسي مثل ما بيشتغلوا كل هالسياسيين بكل العالم من أجل